اليوم نسولفينكم على الفرق بين السراقيب، بين البرنو والصليب والسلافية اللي هي اليوغ الزافي نفسها. بشكل عام تقريبا البرانو او الموزرات تشابه حجم السرقي، تقدر تاخذه من هاي تقعد على هاي. عندنا ما عدا السلافية يكون اقصر. نجي هسه ناخذ نجربه على الصليب او البرنو، راح ما يقعد عندك. طبعا تاخذ خبر الصليب مو مثل البرانو، شوف عندك هنا ما يطبق، بفرق تقريبا بالطول يختلف نص سنتيم تقريبا. لا تجي تخليه منه بنص سنتيم تقريبا قصر. اما الفروقات عندك الاسلافية يجي ابيض وعطف ومشطوف منها لكن ما مشرح، مو مثل البرنو، عندك البرنو قصير معطوف لكن مشرح منها. اما الصليب والبرنو لا، اكو شبه يعني نفس الحجم، عندك بس اللون يختلف. البراون بشكل عام ابيض والصليب يجي اسود بلون البندقية. اذا تلاحظ هنا الطول نفس الشيء، ماكو اي اختلاف. البرنو باختلاف اصنافه، عندك هسه هاي وسطاني والطويلة والقصيرة نفس الشكل تقريبا نفس الحجم، بس عندك ما عدا القصيرة يكون عطف ومشطوف من جوا ومشرح من هاي الجانب. اما اللون لون واحد تجي. هاي بالنسبة للطهرانيات او السازيات يعني الانتاج الايراني. اما اكو نوعية من البرانو مثل التشيكية او البلجيك، يجي السرقي اسود بلون البندقية،